بالنسبه لي هو كيشرفني انني نكون رئيسه ديال مجلس مقاطعه سيدي بليوط، وكنتمنى من كل قلبي انني غادي نكون عند حسن ظن جميع السكان ديال مقاطعه سيدي بليوط، وان شاء الله كنتمنى ان الاعضاء والعضوات ديال المجلس ديالي يمشيو معايا في البرنامج ونحققوا نحققوا اهداف ديالنا ونحققوا مشاريع مهمه في هذه المقاطعه اللي محتاجه اليوم الجهد والعمل الجبار، حيت واخا عندنا 6 سنين راها ما غاديش تكفي باش نطرقوا لجميع الملفات، ولكن ان شاء الله غادي نديروا الجهد الكامل باش نطرقوا الملفات اللي شائكه عندنا هنايا في مقاطعه سيدي بليوط ونزيدوا بالسكينه ديالها لقدام ان شاء الله. انا خريجه من المعهد العالي لتدبير المقاولات، للتسيير وتدبير المقاولات لسكاو، وعندي اجازه في الحقوق، وانا محاميه بهيئه الدار البيضاء، اذا عندي مكتب في الدار البيضاء. استاذه عندها برنامج لتنميه سيدي؟ عندي برنامج معلوم، كاين برنامج اللي هو برنامج ديال موحد ديال جميع الاعضاء وجميع المشاريع وجميع الملفات اللي غادي يطرقوا لها اعضاء ديال المجلس، غادي نديروا جهدنا الكامل باش نحلوها ونلقاو لها حلول ان شاء الله في هذه الولايه اللي جايه ما بين 2021 و2027.